مواطني الأعزاء، أود أن أذكر لكم لمحة عن بعض ما يبذله الفنانون في مصر. روحي يا روحي روحي. الراديو بالنسبة لي أسلوب حياة، هو الذكريات الجميلة مع والد الله يرحمه ومع جدتي. راديو كانوا بيصحونا الصبح عليه عشان نروح المدرسة. راديو زمان كنا بنسمع عليه النتيجة بتاعت الامتحانات. أنا المهندس جوزيف فوزي، خريج كلية زراعة عين شمس، اسم الشهرة زازا مزيكا. بفضل الله عندي مجموعة مميزة جدا من الراديوهات والتسجيلات النادرة والاسطوانات النادرة جدا. المروحة الجميلة دي فيها راديو انتاج السبعينات. نسمع كده الراديو. بفضل الله عندي مجموعة مميزة جدا من الراديوهات القديمة اللي كانت بتشتغل بالصمامات زمان. عندي راديوهات من بداية الصناعة، عندي راديوهات بترجع للثلاثينات والأربعينات، اسطوانات إديسون، أول اسطوانات فونوغراف في العالم. دي بقى يا سيدي الكلمة التاريخية اللي ألقاها السيد الرئيس البكباشي أركان الحرب جمال عبد الناصر. أيها المواطنون، في هذا اليوم برضا وفخر، ولعل أحفادنا الذين ما زالوا في مجاهل المستقبل سوف يعودون بعد مئات السنين إلى ذكرى هذا اليوم. بنحصل على الأجهزة والأنتيكات المميزة عن طريق المزادات، عن طريق الأسواق، حتى عن طريق بياعين الروبابيكيا اللي بيهتموا بالمزيكا القديمة وبيهتموا بالراديو وبالتسجيلات القديمة. عندي مصريين كتير قوي بيقولي وبينوروني، وعندي كمان أصدقائي من بلاد برا من جميع أنحاء العالم بفضل الله. يعني My name is Yanis. I run a record label called Habibi Funk. And it's a label dedicated to re-releasing music that is tends to be forgotten about. There's a younger generation now which grew up with just listening to music digitally, but they now appreciate buying vinyls again, buying cassette tapes again. So yeah, I think places like this, I'm very happy that they still exist. فكرة ان الراديو يختفي دي حاجة مش هتحصل ابدا. يعني احنا ذات نفسنا دورنا ان احنا بننشر الهواية. عمر حضرتك، انا جاي بس اخد صورة معايا، ناس ينفع اخد معايا صورة بس؟ ماشي اوكي. كان هيديك السيرفي؟ بقول لك انت ايه، ما فيش اي حاجة في الحاجات بتاعتنا الجميلة دي بتعجبك خالص؟ لا لا، انا ماليش في الحاجات القديمة دي قوي. يعني حاجة عايزها بشوفها من على النت خلاص، يعني ليه اشتري؟ ما في برضو تسجيلات مش هتلاقيها على النت اصلا. اما تسمع مثلا اسطوانة زي دي على الجهاز البيك اب عندك، ايه رأيك؟ ما عنديش راديو في البيت. لا انا عندي هنا برضو كل حاجة، عندي راديوهات وعندي اجهزة الجرامافون والبيك اب اللي هتشغل عليهم الاسطوانات. ما تشيلش همهم خالص.